نعم، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي اليوم الخميس 25/7/2019 رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بالعاصمة. وقال بن علي في تدوينة نشرها مغني الراب العالمي كادوريم على صفحته الرسمية على الفيسبوك بتوقيع ابن علي: ببالغ الحسرة والأسى تلقينا خبر وفاة أحد أعظم رجالات تونس، رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد الباجي قايد السبسي. وأضاف: فقدنا رجلا فزا أفنى عمره في خدمة هذا الوطن العزيز. وتقدم الرئيس التونسي الأسبق بأحر التعازي إلى عائلة السبسي. والشعب التونسي داعيا التونسيين والتونسيات إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الظرف الدقيق. الباجي قائد السبسي، واسمه الكامل محمد الباجي بن حسون قائد السبسي، مولود 29 نوفمبر 26 وتوفي 25 يوليو 2019 حوالي 92 سنة، سياسي ومحامي تونسي، وكان الرئيس الرابع في تاريخ الجمهورية التونسية للفترة من 31 ديسمبر 2014 إلى 25 يوليو 2019. ومن ناحية أخرى، كان قد استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 3/11/2016 بقصر قرطاج الفنان المصري الكبير والقدير عادل إمام الذي كان يشارك كضيف شرف في أيام صفاقس السينمائية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016. ومنح رئيس الدولة الزعيم الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة اعترافا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية. هنا السبسي بيقلد الزعيم بوسام الاستحقاق من حوالي 3 سنين. وهنا عادل إمام والسفير المصري نبيل حبشي، ساعة التكريم، صور جميلة ورائعة. الله يرحم الرئيس التونسي السبسي. وهنشوف دلوقتي أسرار عن زين العابدين بن علي ومين زوج بنته. وضعت ابنة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي حدا للشائعات التي طالتها الفترة الماضية بزواجها من مغني الراب التونسي كادوريم اللي هو كريم الغرب. ديت نسرين ابنة زين العابدين مع كادوريم. وعقد المغني التونسي قرانه رسميا على نسرين بن علي في السعودية بعد أن ظهر سويا على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة الرئيس السابق ووالدتها. هنا مع الرئيس السابق التونسي، وهنا أثناء عقد القران. كادوريم نجم عراب نشر مجموعة من صور حفل زفافهما قائلا: الأسرة حين تبدأ الحياة دون أن ينتهي الحب أبدا. وقامت أيضا نسرين بنشر صورة من عقد قرانها قائلة: حب حياتي. ده على حسابه على موقع انستجرام نشر صور ليهم. كانت قد انطلقت العديد من الشائعات حول قصة الحب بين نسرين ومغني الراب كريم الغربي اللي هو كادوريم بعد ظهورهما معا في حفل ليلة رأس السنة على ظهر يخت في عرض البحر بدبي في صور جريئة، حيث قام باحتضانها ليقوم بعدها كادوريم بالإعلان أنه يعيش قصة حب حقيقية ليعقد قرانه بعدها بحوالي أسبوع. وهنا دي إيده مكتوب عليها نسرين، وهي إيدها مكتوب عليها كيتو اللي هو كادوريم. ودي صور من حسابه على انستجرام وصور عربيته الفاخرة. وهنا الصورة ديت في دبي. لم يكن ذلك الزواج الأول لنسرين بن علي، ولكن سبق لها الزواج من رجل الأعمال
صخر المهاتري والتي فرت معه إلى الخارج من تونس عقب اندلاع ثورة الياسمين. ده كدورين، وهنشوف أسرار عن الرئيس التونسي زين العابدين، وهل فعلا بيشكو من الفقر؟ شكا الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ضيق ذات اليد في منفاه بمدينة جدة السعودية. ده الرئيس التونسي السابق زين العابدين، واعترف بأخطاء ارتكبت خلال حكمه لكنه عزاها لأزهاره، وأظهر رغبة شديدة بالعودة إلى تونس. وفي أول تصريح لابن علي منذ الإطاحة به منذ الحكم إثر ثورة شعبية في عام 2011، نقل القيادي السابق في حركة النهضة صابر الحمروني الذي زاره في منفاه في السعودية، نقل عنه قوله أنه يعاني أوضاعا مادية صعبة، رغم أن منظمة الشفافية العالمية قدرت ثروة أسرته ب 13 مليار دولار، منها 5 مليار دولار تعود له ابن علي وحده. ده صابر الحمروني مع الرئيس التونسي الأسبق. وقال الحمروني في تقرير نشره موقع حقائق أونلاين أن زين العابدين بن علي يعيش وضعا ماديا غير مستقر، مبينا أن دخله يأتي من صدقة تمنحها له الحكومة السعودية بعد أن حرمته الدولة التونسية من راتبه التقاعدي. ونشر الحمروني وهو رئيس جمعية بريق الحقوقية صورا له مع زين العابدين بن علي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، ونقل عن ابن علي قوله أنه يرغب بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء والخضوع لمحاكمة في القضايا المتهم بها، شرط أن تجري محاكمتي وفق معايير قضائية عادلة تحترم حقوق الإنسان ودون خلفيات سياسية. وقال الحمروني ابن علي أعلمني أنه أخطأ سنة 2011 أيام اندلاع الثورة التونسية بعدم مصارحة الشعب التونسي منذ الخطاب الأول بما ارتكبه أزهاره، وتمنى لو أنه قد صارح الشعب التونسي منذ خطابه الأول وليس في خطابه الثالث. كما نقل الحمروني عن ابن علي قوله إنه يعتبر نفسه ضحية لما وصفه بانقلاب سياسي أعدته أطراف متداخلة منها شخصيات كانت مقربة منه. وعبر ابن علي عن استغرابه من مواقف الأشخاص الذين كانوا مقربين منه ومحيطين به، وأصبحوا اليوم يتظاهرون بأنهم كانوا من أشرس المعارضين لحكمه بحسب الحمروني. وده البوست اللي حطه على الفيسبوك صابر الحمروني: الحقيقة والكرامة، حقيقة ستصدم الكثيرين وتكشف خداع بعض السياسيين، وكرامة ضاعت بين أيدي منافقين وتجار قضايا ملعونين ليوم الدين. هنا مع ليلى الطرابلسي زوجته الثانية، وهنا صورة مسربة لعائلة ابن علي هو وزوجته وبعض بناته، هنا ابن علي مع بعض أفراد عائلته أثناء تأديتهم لمراسم الحج، هنا صورة من عقد قران ابنته نسرين على زوجها صخر، دي ابنته الكبرى سيرين وزوجها، هنا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك. زين العابدين بن علي مولود 3 سبتمبر 1936، يعني حوالي 82 سنة، رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 87 ل 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس بعد الحبيب بورقيبة. ده ابن علي في الكلية العسكرية. تزوج ابن علي من نعيمة الكافي سنة 64 وأنجب منها 3 بنات، هنا غزوة زوجة رجل الأعمال سليم زاروق، هنا مع مراته الأولانية نعيمة الكافي سنة 64، ودار الصاف زوجة رجل الأعمال والإداري الرياضي الشهير سليم شيبوب، ده سليم شيبوب،
وسيرين زوجة رجل الأعمال مروان مبروك. سنة 1980 تعرف ابن علي على ليلى طرابلسي عندما كان وزيرا للداخلية ليتزوجها بعد أن طلق زوجته الأولى نعيمة الكافي. دي ليلى الطرابلسي، زوجته الثانية بعد نعيمة الكافي. هنا صورة لابن علي برفقة زوجته من حفل زفاف ابنته حليمة العائلي، ويقال أنه أقيم بالإمارات. أنجب ابن علي من ليلى بنتين وولد. نسرين متزوجة منذ 2004 من رجل الأعمال محمد صخر الماطري، نجلس ضابط منصف الماطري الذي حكم عليه بالإعدام ثم أعفى عنه بتهمة التخطيط لاغتياله. ده آخر العنقود محمد زين العابدين، رزق بيه وهو في 70 من عمره. دي صورة حديثة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي أنزلها ابنه. دي ابنته نسرين. نسرين في صخر المطري في 1992 رزق ابن علي بابنته الثانية من ليلى حليمة، وفي فبراير شباط 2005 رزق ابن علي بأول ابن له وهو محمد. ليلى الطرابلسي ابن علي مولود 24 أكتوبر 1957، هي الزوجة الثانية والحالية للرئيس التونسي السابق زين العابدين ابن علي، وكانت سيدة تونس الأولى حتى 2011. كانت رمزا للفساد في فترة حكم الرئيس زين العابدين، ويشاع أنها حاولت الانتحار بواسطة السم بعد الثورة التونسية. ولدت ليلى عام 57 لعائلة بسيطة، كان والدها بائعا للخضر والفواكه الطازجة ولها 4 أشقاء. لما حصلت على الشهادة الابتدائية التحقت بمدرسة الحلاقة حيث التقت رجل أعمال يدعى خليل معاوي وهي في سن 18، وتزوجت منه قبل أن تطلق منه بعد 3 سنوات. بفضل معارف زوجها السابق رجل الأعمال خليل معاوي بدأت في مخالطة عالم رجال الأعمال، وعملت ليلى الطرابلسي في تجارة بعض السلع بين تونس وإيطاليا. أثناء تولي ابن علي مديرية الأمن الوطني تعرف على زوجته الحالية ليلى الطرابلسي التي كانت مالكة لصالون حلاقة حريمي في تونس. كان ابن علي يشرف بنفسه على مداهمات تحصل لمحلات أو أماكن تصل أخبار عنها إلى الأمن. دي صورتهم مع بعض. وفي إحدى مداهماته لمحل ليلى طرابلسي شبكة الغرام بين الاثنين، انتهى بزواج مستمر حتى اليوم. وعندما عين ابن علي ملحقا عسكريا في المغرب كانت ليلى تزوره باستمرار بمنفاه القريب، رغم وجود زوجته الأولى نعيمة الكافي وبناته معه في المغرب، حيث كان ابن علي قد أنجب 3 بنات من زوجته الأولى وهن غزوة ودرصاف وسيرين. لم يشهد حما زين العابدين ابن علي الجنرال الكافي كيف أصبح صهره ومرافقه السابق رئيسا للجمهورية في تونس. كان الكافي قد رحل عن الدنيا، فقام ابن علي بعد ذلك بتطليق نعيمة ليتزوج ليلى طرابلسي، إذ لا يسمح القانون التونسي بتعدد الزوجات، وكانت الزوجة الجديدة موضع سخرية المجتمع المخملي التونسي. وكان رد الرئيس الجديد للجمهورية أنه يحتاج إلى صبي بعد أن عمرت له نعيمة منزله بالبنات. وتزوج ابن علي من ليلى طرابلسي بعد طلاق من زوجته الأولى نعيمة، وأنجب ابن علي من ليلى طرابلسي 3 أجيال، نسرين وحليمة ومحمد. ده مع محمد ابنه الوحيد، الباقي بنات. وقد شهد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي افتتاح معرض لبيع أغراض وممتلكات شخصية كانت تحت تصرف الرئيس زين العابدين بن علي وعائلته وبعض أقاربه، التي قد صادرتها الحكومة والمقدرة بحوالي 10 ملايين يورو على أقل تقدير، حيث قضى بمصادرة أملاك 114 شخصا من عائلة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. في قصر سيدي الظريف وحده صادرت الدولة نحو 42 ألف قطعة من أغراض عائلة ابن علي التي كانت تقيم في هذا القصر الواقع بضاحية سيدي بورسعيد السياحية بشمال العاصمة. ومن بين الممتلكات التي تم عرضها للبيع مجوهرات في وحقائب يد وملابس وأحذية وساعات يد ومنسوجات وخزفيات ولوحات فنية وتحف وأجهزة كهربائية، كما تعرض سيارات فاخرة من طراز رولز رويس ومرسيدس مايباخ وبي ام دبليو لامبورجيني وكاديلاك وجاكوار. ما
موال يعني، حاجات بملايين، ودي صور ليها، حاجات اللي اتعرضت للبيع، تحف ومقتنيات وملابس وسيارات وبدل وجزم مجوهرات.